أنا أحمد حبيب من البحرين. أنظمة الديمقراطية الموجودة حاليا أكيد تطحن نقطة. مش بس قصرية استفادة من الشباب شكرا على الحضور، مرحبا بكم في تونس بالنسبة لضيوف تونس، وشكرا لكم على الحضور في الفضاء هذايا. أهلا بكم في مناظرة، ورحب بكل الحاضرين ضيوفنا الكرام. مبادرة مناظرة هي فرصة للشباب العربي للحوار. بالنسبة لموعدنا الأول هذايا، الموضوع الأساسي في الحوار والموضوع المطروح للنقاش هو: هل يجب أن تكون حرية التعبير في العالم العربي مقيدة بقوانين؟ باش نعطيكم فكرة على مبادرة مناظرة. مبادرة مناظرة الفكرة بدأت ما عندهاش برشا، يعني هي متفرعة عن دبي ديبيتس، مناظرة دبي، ومشروع مناظرة ابتدأ منذ أقل من شهر بالضبط على الانترنت من خلال صفحة مناظرة على الفيسبوك. مجموعة من الشباب من كل أنحاء العالم العربي قاموا بإرسال مقاطع فيديو ب 99 ثانية لكل مقطع، والمقاطع هذه خضعت لتصويت من طرف الزوار متاع الصفحة هذه، صفحة مناظرة، اللي كانوا ما يقارب 30 ألف زائر قاموا بالتصويت. في التصويت هذايا اختار المصوتين كل من إسراء الشيخ من مدينة إربد في الأردن عن طرحها المساند للمحور الرئيسي، بمعنى معاه وضع خطوط حمراء أمام حرية التعبير. أدعو الآنسة إسراء الشيخ باش تلتحق بالمكانها. الفائزة الثانية في مسابقة مناظرة هي إشراق مطر من صفاقس عاصمة الجنوب التونسي عن طرحها المضاد للمحور الرئيسي والمساند. شكرا. عن طرحها المساند لحرية التعبير بصفة مطلقة دون قيد أو شرط، يعني طرح مضاد للمحور الرئيسي. نطلب من إشراق باش تلتحق بالمكان. شكرا إشراق. كذلك باش يثري الحوار كل من السيدة منى الطحاوي، صحفية مدونة وناشطة حقوقية مصرية. مرحبا بك سيدة منى، تتفضل. كذلك سيثري هذا الحوار سيد رياض الشعيبي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعداد للمؤتمر التاسع لحركة النهضة. مرحبا بك سي رياض، تفضل. جمهورنا الحاضر، انتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا من خلال تويتر على هاشتاغ مناظرة MUNATHARA، وإلا في نهاية كل محور فرعي باش نطرح زوز أو ثلاث مشاركين يمكن باختصار شديد طرح أسئلة على المتداخلين. قلت قبل أن أفسح المجال للمتداخلين في هذه المناظرة لطرح أول يعني المحور الرئيسي، أود أن أتقدم بالشكر لمؤيدي هذه المناظرة، وهم دون ترتيب صوت الشباب العربي، المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة أنا ليند، بريدج ميديا، فريدوم هاوس، ايركس جوردن، قناة تونسنا تي في، مسرح الحمراء بالمرسى، وبيير دواليبي فيلمز. باش نبدأ بالمتداخلين، كل متداخل عنده 99 ثانية للقيام بطرح أولي حول المحور الرئيسي لهذه المناظرة. نذكر بالمحور الرئيسي اللي هو: هل أن حرية التعبير في العالم العربي يجب أن تكون مقيدة بقوانين؟ باش يكون عنا ثلاثة محاور فيما بعد، اللي هما محور القوانين السياسية، ثم الجانب الأخلاقي، وفي الأخير الجانب الديني. شكون من المتداخلات يحب يبدأ؟ إسراء أو إشراق؟ إسراء، عندك 99 ثانية. أولاً أود أن أقول أن حرية التعبير من المعروف أنها أساس مهم للتقدم النوعي والاجتماعي والحضاري، وهذا التقدم النوعي والاجتماعي والحضاري لن يكون
ولن نصل إلى ولن ننشده بشكل جيد إذا لم تكن حرية التعبير أصلاً نعبر عنها بطريقة وبأسلوب حضاري. وهذا الشيء يجب أن نعرف أنه أصلاً متأصل بثقافتنا العربية والإسلامية والتي استمد بحيث أن أخذنا هذه الثقافة من جميع الأديان السماوية وليس فقط الدين السماوي، حيث مثلاً أو بالأحرى الدين الإسلامي، حيث مثلاً في الإسلام نحن نعرف أن حرية التعبير هي شيء أساسي تربينا عليه في ثقافتنا. الآية تقول ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، أي أن الأصل هو الاختلاف في الآراء، الاختلاف في التعبير عن هذه الآراء. وأيضا في آية أخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي أن الأصل وجود ضوابط وقوانين تضبط حقك في التعبير عن رأيك بحيث لا يؤثر هذا التعبير عن الرأي عن حرية على حرية الآخرين وعلى المساس بأشخاص وأفكار الآخرين. وبالتالي لهذا أنا كنت مع وجود قوانين ضابطة لحرية التعبير وهي أصلا لا تتعارض مع حرية التعبير. وشكرا لكم. شكرا لك يسر. أشرف. مرحبا ضيوفنا الكرام، لكم مني التحية وعليكم السلام. حرية التعبير نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التعريف العالمي لحرية التعبير هو الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني دون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا تتمثل طريقة ومضمون حرية التعبير ما يمكن اعتباره اعتداء على حرية الآخرين، وحدودها وضوابطها تنبع من الأفراد نفسها. حرية التعبير في العالم العربي يجب أن تكون مقيدة بالقوانين، المبدأ في ظاهره سليم، لكن عبارة كلمة تأويل كلمة قوانين هو تأشيرة مقننة للعودة إلى الاستبداد والقمع والمراقبة الشديدة لفائدة من يسن هذه القوانين. وخير مثال على ذلك في تونس في دستور سنة 1959 الحديث عن حرية التعبير ورد مصاحبا بعبارة في حدود ما يضبطه القانون، وهذا ما أدى إلى الاستبداد والقمع وسلب الحريات في الأنظمة البائدة. ثم إنني أحبذ إعادة صياغة الفكرة، حرية التعبير في العالم العربي يجب أن تكون منظمة، وهنا يجب التفريق بين كلمة منظمة ومقيدة. فمنظمة تعني قابلة للتحقيق والتطبيق بدون إشكال ولا تحدث نعرات أو مشاكل أو فتنة داخل المجتمع، وأما مقيدة فهي تعني مكبلة ومقموعة وبالتالي مسلوبة. شكراً. سيد رياض الشهيدي، ستكون في طرح مع المحور الرئيسي، يعني مع تقنين حرية التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أنه معركة الإنسان والتحديات الرئيسية التي يواجهها هي أساساً تتعلق بالحد من حريته ومن قدرته على التعبير على ذاته بالشكل الذي يراه الناس. وأكيد أنه معركة الشعوب العربية اللي توجد أخيراً بالثورات وبربيع الثورات العربية أهم تعبير عنها هو هذا المعنى للحرية الذي أصبحنا نعيش جميعاً اليوم. ولكن هل يستقيم أن نضع هذا التناقض بين الحرية الخاضعة للقانون ومفهوم الحرية المطلقة؟ أعتقد أن مفهوم الحرية المطلقة مفهوم خيالي لا يمكن أن يستقيم داخل المجتمعات الإنسانية ما دام هناك اجتماع إنساني، فلا بد من أن يكون هناك قانون يحكم هذا الاجتماع حتى ينظم العلاقات بين الأشخاص. الحرية مطلب إنساني يعبر من خلاله الإنسان عن عمق كينونته، عن عمق انتمائه وعن رغبته الحقيقية في أن يعبر عن ذاته، هذا متفقين فيه. ولكن أيضا لابد من قوانين تنظم العلاقات بين الأشخاص حتى تستقيم الحياة العامة داخل المجتمع. لا يمكن أن يكون رد الفعل على حالة الاستبداد التي عانت منها الشعوب العربية طوال سنوات طويلة هو الذهاب إلى الأقصى في رفض كل قانون منظم للحياة العامة. نقصد بالقوانين المنظمة للحرية هي القوانين المنظمة للعلاقات بين الأشخاص. وشكرا.
هنا التحاوي تفضل. كلمة مهمة جدا، الثورات اللي قامت في تونس ومصر وليبيا وكل البلدان اللي فيها ثورات، من أهم الكلمات الحر والحرية، وصعب جدا إن احنا نتكلم عن قيود طالما مشوار الحرية ما استكملش. احنا في مصر بنقول الثورة مستمرة، في مصر شلنا رمز القيود مبارك، بس لسه المشوار طويل عشان لسه في مبارك في الشارع، مبارك في الشرطة، مبارك في المحاكم، مبارك في التلفزيون، مبارك لسه في كل حتة، شلنا بس الرمز ولسه مشوار الحرية طويل. في ان انا اجي دلوقتي اقول ان انا هحط قيود عن مشوار الحرية واحنا بنحاول نعبر عن اجيال، بالذات الاجيال الجديدة زي الشباب زي اسراء وزي اشراق، مستحيل. فانا بحيي شعب تونس وبفكر شعب تونس الحر ان مشوار الحرية ما استكملش. انا صحفية بنتقل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أنا نسوية بنتقل بين الثقافة العربية والثقافة الأمريكية، وعشان أقدر أعمل المشوار ده بين أمريكا وبين مصر لازم يكون في حرية تعبير بدون قيود. أنا في نيويورك بحارب كوني مسلمة للمجتمع الإسلامي في نيويورك، بالذات نيويورك، إن احنا نبني جامع جنب جراوند زيرو، ومن حقنا عشان فيه حرية الديانة وحرية التعبير. في مصر بحارب للمجتمع الأقلية اللي هو المجتمع المسيحي أو المجتمع اللي هو المثلي أو الأخوات في الحركات النسوية اللي احنا دلوقتي تحت قيود كبيرة جدا. أحييكم وهنكمل إن شاء الله الحوار، بس أنا مع الحرية وضد القيود.